كل اللي نال الخلاص وبيشهد لكل الناس بالمسيح وبصليبه وقيامته هما الأساس. عايش بيشهد بالإنجيل حق ونور وسرك ودليل ارشد من روح الله. ما في احلى من دي حياة ماشي يزرع بالدموع وينادي بخلاص يسوع بالفرح يحصد ثمار واخد قرار من غير رجوع. عايش بيشهد بالإنجيل وسرك ودليل وبإرشاد من روح الله. ما في أحلى من دي حياة الكارز. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك الكارز. وزي ما ذكرنا في حلقات سابقة الكارز هو حضرتك وحضرتك وابنك وبنتك، كل اللي تقابله مع المسيح، كل اللي خطاياهم اتغفرت. مش بتكلم في هذه الحلقات خالص يعلم ربنا هدفي على مثلا الناس المرسومين أسس ولا خدام ولا مرنمين، لا اتكلم على كل شخص رب بيت بسيطة مؤمنة بالرب يسوع انه غفر لها خطاياها. هي كارثة، لازم تكلمي كل أفراد العمارة والرب يديك حكمة تشهدي بحياتك وتشهدي بكلامك وتشهدي لأولادك. لو انت جاي من خلفية وقرايبك كلهم ما يعرفوش حاجة خالص عن المسيح، فانت تصلي والرب يديك نعمة وهذه الحلقات تكون سبب بركة ليك، علشان بنشجعك انك تعمل كده. ومش بس بنشجعك تعمل كده، كمان بنقول لك ما هي الكرازة حسب فكرة الله في الانجيل. ده هدف هذا البرنامج. بتكلم النهاردة في تشبيهات الكرازة عن الملح، وعرفنا ما يعني المسيح قال انتم ملح الارض في متى 5. فالكارز مشبه بالملح ليه؟ أول حاجة أن الملح شهادة زي مرات لوط، وإحنا لازم نكون شهود. 2، الملح كان يدخل في البخور، وكل كارث هو رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. حاجة الثالثة قلتها أن الملح عهد، لا تقلي تقدمتك من ملح عهد إلهك. وإحنا كمان بينا في العهد الجديد خدام عهد جديد، وده امتياز خدام عهد جديد. كورنثوس الثانية 3:4 وعدد 5 وعدد 6 معناها بنتكلم عن المجد. فتخيل خدمتنا بقت خدمة مجد، كرازتنا يعني. وانت كارز كملح انت تقدم المجد لانك خادم عهد جديد. ثم احيانا الملح يستخدم القضاء، زي ما ابي مالك في سفر القضاء صح 9 زرع المدينة ملح كنوع من القضاء. واحنا ككارزين صحيح مرات نكون مبشرين، لكن مرات نكون كارزين. فما هو الكارز؟ الكارز هو ان يبشر ثم يحذر. اكرزوا بالإنجيل الخليق كلها، من آمن واعتمد خلص. ده تبشير لما تحط لها تحذير، ومن لم يؤمن يدا تبقى كارز. فمرات كتيرة جدا مش هنتكلم، يعني مش كل مرة أنا بقى يعني كارز مش شغلته أنه يتكلم كله على طول عن جهنم والنار والدينونة. بس الرب يسوع على طول كان مثلا بعد ما قالها كذا حب الله العالم حتى بذل، المسيح اللي قال كده، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يوم يقبل تكون له حياة أبدية، يوحنا 3:16. وبعدين يوحنا 3:17 قال ان الله لم يرسل ابنه لدين العالم بل ليقضي به العالم. يوحنا 18 وهذه هي الدينونة، يعني المسيح نفسه كرز لنقديموس فتكلم عن الحاجة الخبر السار هكذا حب الله العالم. وفي عدد 18 قال وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء للعالم وحب الناس الظلمة اكثر من النور. لكن الحاجة الخامسة، الملح كان يستخدم للشفاء والابراء، وده شيء جميل جدا في معجزة من احلى المعجزات اللي بحبها من ال 14 مجموعة من المعجزات اللي صنعها إليشع لما كان أريحة فيها الأرض مجدبة، أما موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، أما المياه مية البلد فردية. عارف دلوقتي لما بيجيبوا فلتر وبتاع، أريحة بقى كانت المية زي مسمومة. موقع منظرها جميل، أريحة مبرة. موقع المدينة حسن، أما المياه فردية والأرض مجدبة. المية دي لما بتسقي الزرع بت 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 بيموت الزرع. فقال إليشع ائتوني بصحن جديد، طبعا صورة برضو العهد الجديد زي ما ذكرنا الملح صورة العهد، وضعوا فيه ملح. فأتى به، جابوا له صحن. يا ريتني جبت صحن، أنا جايب كوباية وهقول لك إن الملح بيدوب بس لسه بعد شوية. فجابوا له صحن جديد وبعدين حطوا فيه ملح
وراح لنبع المياه زي عين المية، عين حلوان مثلا المصريين يعرفوا السبرينج، وفي لبنان فيها نبيع مياه. راح للينبوع الأساسي بتاع المية وحط فيه الملح. اسمع ماذا يقول الكتاب، وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها موت ولا جدب، فبرئت المياه إلى هذا اليوم. شيء جميل جدا، الملح كان يستخدم لشفاء المية من العقم. إيه المعنى الجميل ده؟ المعنى الجميل ده أنه الكارز بينادي بالرب يسوع المسيح الشافي والطبيب، زي ما بطرس عمل في أعمال 10 وقال يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسح الله بالروح القدس والقوة فجال يصنع خيرا، أيوة، ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. الملح كان دايما يستخدم في الشفاء، فوانت كارز الرب يستخدمك في شفاء النفوس من أخطر مرض وهو مرض البرص، مرض الخطيه. هتقول ازاي يا عم انا معرفش؟ لا لا لا، مش انت اللي هتشفي الناس، انت هتكون ملح تتحط في النبع. يعني هتقول لهم عن الشافي الاعظم الرب يسوع المسيح، وكمان تقول لهم ان ميه اريحه مجدبه. يا الحلقه دي عايزه حلقات. يعني ايه ميه اريحه مجدبه؟ يعني تقول لهم الكلام اللي قاله الرب للسامريه في يوحنا 4 وعدد 13. قال ايه؟ قال كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا ويعطش اكثر، ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبع ماء ينبع الى حياه ابديه. قل لهم يسوع المسيح هو الطبيب الشافي، والميه اللي انت بتشربها كانت شهوات، نجاسات، أفلام دعارة، فلوس، شهرة، شهوة، استعباد لإدمان مخدرات، إدمان إنترنت، إدمان أي حاجة. حتى أنا عارف هيزعلوا مني، حتى لو أنت مدمن ماتشات الكورة. يعني إيه مدمن ماتشات الكورة؟ يعني يجي الاجتماع وقت الكنيسة، إن كان في عندك في كنيستك قداس، ولا في كنيستك في ترانيم، ولا في كنيستك في اجتماع، يجي ماتش مثلا كبير بين فريقين كبار، تقول لا يا عم النهارده ماتش ده ما اقدرش اروح الكنيسه. اهو برضو دي ميه مجدبه، لانك انت تركت الينبوع ورحت الحاجه. اقول عليا متشدد، اقول عليا كده، بس انا بقول لك خلاص بقيت انت عبد. يعني لما جات اللي هو محبين للذات دون محبه الله، لما جات مقارنه بين الماتش والرب اخترت الماتش مع كل تقدير، لما جات مقارنة بين الفستان الأجمل والرب اخترت الفستان، مع أنها حاجة تافهة، بس ده اللي حصل. هي مرات لوط ليه ما طلعتش من سدوم إلا الفجر؟ عشان أكيد كانت بتخزن باقي الحاجات وعايزة تطلع بيها، طلعت كده من غير أي حاجة، وفي الآخر صارت عمود ملح. فالملح يبرئ، والكارز يتحدث عن المسيح اللي هو مصدر الشفاء، والمسيح فقط اللي يخليك تشرب مية حية. ثم الملح وفاء، دي بقى نقطة جميلة جميلة جدا. في سفر عزرا اصحاح 4 وعدد 14 يقول والان بما اننا ناكل ملح دار الملك ولا يليق بنا ان نرى دار الملك. ناكل ملح دار الملك اللي هي في المصري. يا اخي الكتاب ده على فكره الكتاب المقدس ده فيه كل حاجه حلوه. عارف اسمها ايه؟ اسمها اكلنا مع بعض ايه عيش وملح. هاي الآية في عزرا 4 14 بيقولوا احنا كلنا ملح دار الملك، كلنا عيش وملح. فيعني ايه كلنا عيش وملح؟ يعني الكارز عنده وفاء غير عادي للمسيح، لانه اكل عيش وملح، اكل من ملح دار الملك السماوي. يعني في آية عظيمة بتقول محبة المسيح تحصرنا بتلفنا، نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع، فالجميع اذا ماتوا اي كانوا اموات، فليعيش الاحياء. اوفياء بقى، اوفياء، اكلت عيش وملح مع ربنا. فليعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل لذاك الذي مات لاجله مقام. مش عيب يا هوذا، اكلت عيش ولحم يا هوذا، عيش وملح معايا يا هوذا، واداك اللقمه غمسها واديها لك فوقك. مش عيب يا اختي ويا بنتي، بعد ما عمل معاك الاحسانات دي تخنيه بالرخيص؟ ده اللي احنا نقوله للناس وتكون ملح. الى حلقه قادمه من برنامجك الكارز.
كل اللي نال الخلاص وبيشهد لكل الناس بالمسيح وبصليبه وقيامته هم الأساس. عايش بيشهد بالإنجيل حق ونور وسرك ودليل ارشد من روح الله. ما في احلى من دي حياة. ماشي يزرع بالدموع وينادي بخلاص يسوع. بالفرح يحصد ثمار واخد قرار من غير رجوع. عايش بيشهد بالإنجيل وسرك ودليل وبإرشاد من روح الله. ما في أحلى من دي حياة.